بعد الفترة الطويلة التي تعدت الشهر الكامل على توقف الأسواق التجارية عن العمل بسبب فرض حظر التجوال لمواجهة الوباء العالمي كورونا، ها هي الأسواق في بغداد تعود للعمل من جديد لتنتعش بذلك الحركة التجارية ويزاول العمال والتجار أعمالهم. من يوم العمل التجاري رجع بعد 35 يوم انقطاع تام بسبب حظر التجوال الذي حدثته خلية الأزمة بسبب جائحة كورونا. طبعا تعتبر الشارجة من أهم المناطق التجارية بالعراق، واللي ممكن نقول اللي هي مشغلة القطاع الخاص، يعني نقدر نقول أنه مشغلة نسبة عاملة ما يقارب إلى 1 مليون شخص تقريبا. حظر التجوال لا يمكن أن يكون هو الحل النهائي، باعتبار أنه أغلب العراقيين، نحن نتكلم عن موضوع العراق نبتعد عن الموضوع الدول وكذا، أغلبهم يعتمدون على القوت اليومي. مثلا عندك طبقة العمال، أصحاب التاكسيات، أصحاب الحماميل، كلهم يعتمدون على الأجور اليومية. زين، البعض منهم يقبل احتمال إصابته 50% على أن يجلس في البيت مكتوف اليدين ولا يملك قوت يومه. لن يدوم الحال إن لم يلتزم العمال والكسبة والتجار بالشروط والضوابط التي حددتها خلية الأزمة، فوباء كورونا لم يندحر ولم ينتهي في دول العالم عموما وفي العراق خصوصا، فقد ينتشر في الوقت الذي لا يلتزم العراقيون بالشروط الصحية التي تقيهم من الإصابة بهذا الوباء. والله بالنسبة لعودة الحركة التجارية جدا مهمة لحياة الناس والفقراء، وندري أن الناس تضررت كثيرا وأصحاب القوت اليومي، بس احنا نطلب من المواطنين انه يلتزمون بالتوجيهات اللي تطلقها وزارة الصحة، يعني على ضد مرض كورونا، مثلا عدم التصافح، مثلا عدم لمس الاشياء والحفاظ على النظافة، لان ممكن انه بالايام القادمة اذا ازدادت الاصابة يرجع الحظر مرة ثانية. فهو يعني شوف من مصلحتك انت اذا تريد تبقى مستمر بعملك تحافظ على نفسك وتلزم التوجيهات المتبعة، وان شاء الله ماكو شيء. قرارات خلية الأزمة وشروط وضوابط وزارة الصحة العراقية كلها كانت للصالح العام هادفة لفك ضيق من تأزمت أحوالهم الاقتصادية، لكن الأمر قد ينقلب على البغداديين ما لم يلتزموا بشروط السلامة والوقاية. عودة الحركة التجارية في العاصمة بغداد بعد انقطاع دام لأكثر من 30 يوما لتنتعش الأسواق ويعود العمال والكسبة إلى العمل، مع ضرورة الالتزام بالشروط والضوابط التي حددتها خلية الأزمة. من بغداد، محمد فراس، قناة التغيير.